اليوم هيك هيك بدنا نحكي بشغلة هيك خفيفة. لما أنا أحكي كلمة فلسطين شو بتتخيلي حنين؟ شو بتتخيلوا مستمعين؟ لما أحكي لك فلسطين هيك غمض عيونك شوي، لما أحكي فلسطين شو بتتخيل؟ شو بيخطر عبالك؟ بيخطر عبالك بحر، بيخطر عبالك الخضار، هالبيارات، شو بيخطر عبالك؟ بيخطر عبالك إيه؟ لما أحكي لك بس كلمة فلسطين، يا ريت تتعلقوا معنا وتوصلوا لنا هاي المخيلة تاعتكم. يعني أنا أول ما أنت حكيت يمكن خطر عبالي أكتر من شيء مع بعضه، اللي هو بحر، جبال، خضار، شجر الزيتون، شوارع القدس، يعني خطر عبالي أكتر من إشي الصراحة. فمنحب هيك نسمع كمان من المستمعين. معنا اتصال. أهلا وسهلا فيك يا جهاد. جهاد العطوان معك من عمان، الله يسعد مساكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. كل عام وشعبنا الفلسطيني بتلاحم وشعب الأردني والمقاومة الفلسطينية بتلاحم مع فتح وحماس والقيادات كلياتها، والشعب على قلب رجل واحد يعني. كل عام والأمة الإسلامية متوحدة ضد عصابات الاستيطان وعصابات اللي بتقتل في أبناء الشعب الفلسطيني. بألف خير إن شاء الله يا ربنا. يعني لما بتحكي فلسطين بيجي ببالي مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلسطين النبض، القلب الأردن الثاني، القلب الثاني للأردن، القلب الثاني للوطن العربي. فلسطين يعني اللي تربينا، صار عمر الواحد فينا 35-40 سنة وطول عمره بيعرف وراح يعرف وراح يعلم إنه هاي قضيتنا الأولى. نعم. قضيتنا المذكورة بالقرآن الكريم بأنهم لعنهم الله الخنازير قتلت الأنبياء يسيطرون على هذه الأرض. إن شاء الله إن شاء الله النصر قريب. فلسطين هناك ولادات راح يجيب الأحرار، أحرار أحرار أحرار، وتتحرر فلسطين بعون الله إن شاء الله. وإن شاء الله النصر قريب والتحرير قريب. شكرا شكرا يا جهاد لاتصالك، وشكرا لهالدعم وهالمساندة بهالاتصال الجميل. بخطر على بالي عزة غزة الشموخ والمقاومة والبطولة. أسامة عم بحكي. يلا ناخذ كمان اتصال من يلا ريم. معنا اتصال من ريم. ريم أهلا وسهلا فيكي. أهلا أهلا، كيف الحال؟ شو أخبارك يا ريم؟ تمام شكرا. ريم لما نحكي لك فلسطين شو بتتخيلي؟ موطني الأصلي، أنا قدسية. أنت قدسية، هيك لما أحكي لك فلسطين شو بتشوفي؟ شو الإشي هيك اللي بيخطر على بالك؟ أول شيء بيخطر على بالك؟ بتذكر كيف انهنت وانسحبت جنسيتي لغاية سنة 99، كنت أنزل على القدس أشوف أهلي، هلا ممنوع أقرب على أهلي. أنت أهلك في فلسطين؟ أنا أبي توفى واندفن ببيت لحم. يعني إن شاء الله إن شاء الله بترجع الأراضي بتتحرر، وإن شاء الله بترجعي على موطنك الأصلي. شكرا ريم، شكرا لاتصالك. خلينا نسمع كمان من المستمعين، وصلتنا مشاركة. مساء الخير والله يا معن وحنين، أول إشي يسعد مساكم. وبالأمانة أنا شخص لما بسمع اسم فلسطين بضيق نفسي وببطل أعرف أتنفس، مش أحكي. كلمة فلسطين بتصير كثير شغلات في داخلي، يعني الحب، الحنين، وبنفس الوقت تشعرني بإني بركان لازم ينفجر وجه المغتصبين. كلمة فلسطين يعني كلمة مليانة بالمعاني ومليانة بالأحاسيس. ومن خلال برنامجكم الرائع بقول الله يسعد مساكم، إن شاء الله مساكم فلسطيني متوج بالنصر. نأخذ كمان اتصال من محمد. مرحبا. أهلا وسهلا فيك محمد. الله يعافيك يا رب، كيف حالك؟ تمام نحبك. الحمد لله. محمد لما تسمع كلمة فلسطين شو أول شيء بيخطر على بالك؟ بخطر على بالي لما كنت أنزل كيف كانوا يعذبونا، مش يعذبونا بالمعنى الفعلي، يعني كيف كنا نتعذب وإحنا واقفين على المخطوم أو على الحواجز، خلينا نحكي حتى تدخل الدورية زي ما بيحكوها لحتى أدخل. يعني كنت أحيانا أستنى بالساعات بالأربعة والخمس ساعات، يعني هذا تعجيز كثير سيء بالنسبة لنا. يا الله شو كنا نتعذب. كنا يعني والله إنه أحيانا إنه مثلا نطلع من الأربعة الصبح وخمسة الصبح عشان نلحق نوصل المغرب. نشوف لوين يعني الحياة كانت كتير صعبة. شوف هاي المعاناة، المعاناة هاي لازم تنتهي عشان الأجيال القادمة ما يضلوا عايشين فيها. يعني اليوم إذا أي نعم إحنا عندنا خسائر عم بطول الإنسان الفلسطيني، ولكن
لربما هناك أشخاص قدموا أنفسهم كضحايا عشان يريحوا الأجيال القادمة من هاي المعاناة اللي عم بيعانوا منها إلنا 70 و80 سنة عم نعاني منها. فيعني معاناة فعلا متعبة ومهلكة. يسلم لسانك. أنا في يعني أنا أكثر إشي يعني بصراحة يعني أكثر إشي أثر فيي بهاي الحرب يعني كل الحروب يعني أثرت فينا وعذبتنا نفسيا يعني. بس أكثر إشي أثر فيي مبارح شفت فيديو لطفل عمره ما أعتقد يتجاوز 2 سنين. من كتر الصدمة اللي هو فيها الولد إنه مش قادر يغمض عيونه. مفتح عيونه. كيف أنت لما تنصدمي هيك تفتح عيونك بشكل كبير كبير. الطفل مش قادر يغمض عيونه في حالة صدمة. أكبر صدمة شفتها يمكن في حياتي كاملة. يعني هاي المشاعر إشي موجع. هاي المشاهد اللي فعلا المشاعر بتتحرك وفعلا اليوم والكلام بيوقف كمان وقت الواحد ما بعرف يعبر. بتخلينا اليوم انه بكلمة منك باتصالاتك على الإعلام بمنشوراتك على السوشيال ميديا بتدعم فيهم هدول الناس اللي ظلهم واقفين وصامدين في وجه هذا العدو. شكرا لك لاتصالك. عندنا هون رسالة منه فاللي بيحكي يسعد مساكم. يعني اول ما بيجي على بالي لما كنت انزل على نابلس لانه طول عمري عشت مغترب. الحرية، الفرح، أشوف قرايبي، أسوي مليون خناقات ونرمي حجارة على المستوطنين، وآخر اليوم أبوي يعيشني هيك يعطيني قتلة وأمي تعشيني جبنة مقلية وزيت وزعتر. بصراحة كلها ذكريات حلوة. كمان زياد هنا بحكي فلسطين بتذكرني بطفولتي اللي كانت أحلى أيام حياتي فيها بحلوها ومرها موطني الأصلي. لا يلزمك أن تكون فلسطينياً لتحب فلسطين. حبها لا يعرف جنسية أو هوية. حبها يكون بالفطرة، شيء يشبه حبنا لأمهاتنا بلا تفكير. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.